السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعينا الأعزاء. الفيديو ده يا باشا أنا مش هقول لك اعمل لايك أو ما تعملش لايك، عجبك الفيديو وخير وبركة، ما عجبكش برضه ما فيش أي مشكلة. الفيديو اللي عدى أنا قلت لك على الشخص الوحيد اللي ما تمشيش معاه في الجامع، خليك إيه بعيد عنه. الفيديو ده هقول لك الشخص الوحيد اللي تقعد تتملحس له، يعني تتمسح فيه كده زي القطة، تمام؟ ليه؟ لأنك هتلقى من وراه فايدة. هقول لك مواصفات انت اول ما تشوفه مع نفسك هتعرف. اول حاجه يا باشا، ده ممكن يلبس تيشيرت على بنطلون جينز، على بنطلون قماش، ممكن يلبس قميص على بنطلون، المهم يعني لبسه مش في دماغه، فاهمني؟ ممكن يجي بشبشب بصباع في الجامع، مش فارقه معاه. شعره تقريبا مش ما يحلقه غير كل مثلا 2 قرن 3 قرن، او ممكن يكون لسه هو شعر راسه اللي اتولد بيدي. وهتلاقيه لابس نظارة قعر كوباية عرضها كده، وضرب لك الأجندة تحت برضه، وقلمين هنا، واحد أخضر وواحد أحمر، أنا مش عارف ليه الأحمر يعني مش عارف. المهم هو ده مولانا، ده اسمه الدحيح، ده تلبد فيه السنة كلها، تجيب له برجر، تجيب له، المهم ما تسيبهوش، عشان هو ده اللي هيعديك في السكشن إن شاء الله، أو يعديك في المخيم، وهيعديك المهم في أي حتة تمتحنوا فيها، لو امتحنتوا على الترعة هيعديه. ده ما تسيبهوش، اوعى اوعى تسيبه، فاهمنا؟ يعني حاول تتملحس له لحد ما حتى تجيب مقبول، بدل ما انت ضايع في البضاضة خالص. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفه مين الشخص اللي احنا عليه.